الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول خوف عبادة وتعظيم، نخاف من الله لنعبد الله، الخوف عبادة ونخاف من الله لنعظم الله، ولا يمكن أن نخاف من سوى الله كخوفنا من الله كما نخاف من الجن مثلا أو من أصحاب القبور، شرك أكبر. هذا الأول، خوف يجب أن يصرف لله، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه الإنسان، يخاف من النار، يخاف من اللصوص، يخاف من قطاع الطريق، فخرج منها خائفا يترقب لا إشكال. الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. كلنا يذنب، فهذا أذنب ويخاف يستغفر، يقول هذا خوف محرم. والد هذا قال اليوم ما تصلي مع الجماعة، يقول لا طاعة، ما أخاف منك. هذا الخوف، هذا خوف محرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا الخوف ثلاثة أقسام. كذلك أيضا الذبح ثلاثة أقسام، ذبح لله هادي أضاحي عقيقة صدقات، ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، يذبح للجن لأصحاب القبور شرك أكبر. الثالث ذبح جائز، يذبح حتى يأكل، يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. بعد هذا التوكل. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. إذن لابد في التوكل من ثلاثة أشياء. هذا الشيخ أراد أن يحفظ القرآن وقال أنا متوكل على الله، نسأله هل أنت صادق؟ قال نعم صادق، لا أكذب في هذا، في اعتمادي على الله لا على غير الله. هل أنت واثق؟ قال واثق 100%، لا أشك طرفة عين أن الله سبحانه وتعالى ميسر لي حفظ القرآن. هل تأخذ بالأسباب؟ قال ماذا؟ قال تراجع يوميا؟ قال نعم. لديك شيخ تعرف عليه؟ قال نعم. إذن هذا معناه أنه متوكل. ولو جاءنا آخر قال أنا متوكل على الله في حفظ القرآن وينام ولا يراجع، نقولها أنت متواكل. إذن لابد في التوكل من صدق وثقة وأخذ بالأسباب، والله أعلم.